من الأدوات التربوية أيضا ما يتصل بصناعة بيئة ملائمة أسرية، وهذا موضوع مستقل لحاله، ولكن ننبه بشكل عام، نقول الابن يحتاج إلى استقرار في أسرته، يحتاج إلى طمأنينة، يحتاج إلى نوع من الدفء في العلاقات واستقرار في العلاقات. لذلك الأبوين إذا كان عندهم نقاش حاد يجب أن لا يكون أمام الأبناء، إذا كان عندهم مشاكل لازم ما يكون أمام الأبناء. ليش؟ لأن هذا النقاش أمام الأبناء يربك النفسية ويحدث نوع من الإرباك وعدم الأمن الأسري في الأسرة، وأنت مطالب بتوفير بيئة محيطة آمنة بالولد.